السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من العاصمة إنجمينا ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية العربية لهذه الأمسية. أطلق صباح اليوم بقصر الديمقراطية رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبدي أطلق أعمال الورشة الخاصة حول اعتماد تقرير النظام التربوي في تشاد. جاءت هذه الورشة عقب دراسة ميدانية قامت بها اللجنة البرلمانية حول النظام التربوي في البلاد. تقرير عبد الله هارون. بعد دراسة دقيقة وجادة من قبل لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بالنظام التربوي والسياسة الوطنية للشباب، جاءت هذه الورشة حول اعتماد التقرير للنظام التربوي في البلاد. وعليه افتتحت الورشة بكلمة رئيس اللجنة المنظمة، مستحلا في حديثه بالشكر والإرفان لحصيلة أعمال اللجنة البرلمانية، مشيرا إلى أن النظام التربوي يعيش في وضع غير فاعل ويتسم بسوء المستوى بحسب التحقيقات الميدانية للنظام التربوي، وإن هذه الدراسة تجعل المعنيين لبذل الجهود والسعي لإعادة النظام التربوي وتحسين نوعية التعليم إلى الأفضل. رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبدي لدى كلمته الافتتاحية لأعمال الورشة أشاد بمخرجات نتائج اللجنة البرلمانية، وقال إن النظام التربوي يعاني من مشاكل جمع، منها الفراغ التعليمي في الأقاليم وعدم تعليم البنات، كل هذا يعد خللا واضح في سير العملية التربوية. وأضاف رغم الجهود المبذولة من الحكومة في تأهيل وتدريب المعلمين وبناء المدارس الحديثة، إلا أن هناك مستوى التعليم كان سيء، داعيا الحكومة اتخاذ القرارات والتوصيات وتطبيقها على أرض الواقع للسماح بتقديم المعارف العلمية والثقافية للشباب على الصعيدين الوطني والإقليمي. عقدت صباح اليوم وزيرة استصلاح الأراضي وتنمية السكن والتمدن السيدة عائشة أحمد بريمة اجتماعا تنويريا مع العاملين بالوزارة بغرض توجيه العاملين بضرورة إظهار روح الجدية والانضباط للقيام بمهامهم الوظيفية. ترجمة كلمة الوزيرة مع الزميلة منى حسن سكايا. أن اللقاء الذي جمع بيننا ذا هدفين أساسيين، أولاهما فرصة لقاء بكم كأشخاص وأفراد ميدانيا نعمل في ظل ثقف واحد، يجب أن يلتقي القائد للقمة وفق متطلبات الإدارة. الشق الثاني من اللقاء تنوير العاملين بقيمة العمل ودور الوزارة التي تلعبها لصالح تحسين الوضع الاجتماعي، والكل يعلم إن وزارتنا هذه تعمل بمصداقية تامة لكي تحقق صورة العدالة الاجتماعية، وذلك عبر التوزيع العادل في الطرق والتمدن والإسكان وتطوير المدن والقرى عبر التخطيط الجيد والسليم لأرياف المدن البلاد الكبرى. وهذا يجدر بنا أن نعمل وفق سياسة رئيس الدولة في تحسين الأوضاع الاجتماعية وتحقيق الإنجازات والتقدم نحو الرفاهية بناء على السياسة الناجحة، وأن تطوير البلاد والقيام بإجراءات عملية يستوجب النوايا الصادقة والالتزام النفسي والمهني لأجل وضع الأولويات ودراسة المنهج بغية الوصول إلى استراتيجية نافذة في تحديث وترقية الخدمات للبنى التحتية وتحديث المدن والأسكان وتنمية القطاع العمراني. تطرق مجلس الوزراء الأخير لعدة مواضيع من بينها دور المجلس الأعلى للتجمعات والسلطات التقليدية في الجمهورية الرابعة. حول هذا الدور للسلطات التقليدية فقد عد لنا زميل أحمد آدم التقرير التالي. بدأت الجمهورية الرابعة تأخذ شكلها الرسمي المسند على الأسس التي وضعها المنتدى الوطني الشامل، وأجازها نواب البرلمان وأطلق بداية عملها مجلس الوزراء الأول لهذه الجمهورية الفتية. فقد درس وأجاز ذلك المجلس عدة نقاط تدخل في صميم النشاط، منها عمل المجلس الأعلى للتجمعات المستقلة والزعامات التقليدية. الدولة التشادية رأت في عمل هؤلاء الزعماء طريقة مجدية للمساهمة في التنمية، فقد أثبتت هذه السلطات في السابق جدارتها وفعالتها لتسيير شؤون مناطقها، فما هو استعدادهم لهذه المرحلة؟ نلعب دورنا الكامل في جمهورية رابع ونشارك وننطق فكرنا في رأي الوطني، ونقولوا هذا لينا قبل، هذا مشروع تاريخ بين عنينا صلاتنا وشوفنا.
عشان نقوم بهمتنا نجوب الآفي الأمن الإستقرار الوحدة الحياة الاجتماعية نقوم نصرف الفتنة والخلافات بين المزارين وبقار وكل مشكلة البواجي الشعب التشادي نقوم بجهود وكله بطريقة السلم وبعافية وأمان ومجلس الآن الشيوخ عشان بنتي رأي فيه مجتمع لا شيء عندما ونقدر نبذل جهودنا. المجلس يعمل جنبا إلى جنب مع المؤسسات الأخرى فالتخلص الكبير الذي أحدثه الدستور الجديد في مؤسسات الدولة يدعو إلى العمل المكثف والجاد والمراقب من أجل دولة قوية متماسكة. الزعامة التقليدية في تشاد خاصة التي برزت وسجلت حضورا في تاريخ الدولة تقدم النداء. نطلب من كل سلاطين وشيوخ تشاد يقوموا بهمتهم كاملة ويبذلوا جهودهم لأن نجوب العافية والسلام والاستقرار ونقف جنبا جنب بخام رئيس الجمهورية والحكومة عشان نجوب العافية والسلام ويكونوا رجال السلام عشان نجوب المثل جديد في حياة أنا شاب لأن الرئيس أعطونا فرصة أن نقول نقوم بهمنا عشان نوافق في سياستي لأن الجاد بيعيش بسلام والأمان وبين الأبناء التشهدين. المنتظر كبير من هؤلاء الزعماء والمجلس خاصة حل المسائل الشائكة كمشاكل الحدود والنزاع بين المزارعين وأصحاب البهائم بحكم أغلبية المواطنين التشاديين من هذه الفئة. يصادف يوم غد 23 من مايو اليوم الدولي للقضاء على مرض النسور، وبهذه المناسبة قدم مستشار الصحة والبرامج بصندوق المتحدة للسكان بيانا تحدث فيه عن أهمية هذا اليوم. ترجمة البيان مع زميلة إشراق عبد الله رحمة. La fistule qui a pratiquement disparu dans les pays les plus riches. إن الحمل المبكر والإنجاب عمليتان يعاني منها كثير من نصف الوقت الحالي، وقد يكونان سببا في هلاك البنت أو المرأة الحامل، وهذه المعاناة تخص المرأة والبنت فقط، ذلك أن الحمل المبكر قد يعرض الفتاة إلى عملية جراحية أو يسبب لها مرض الناسور، مما يستوجب رفضها اجتماعيا بسبب هذا المرض، وكل ذلك ناتجا عن غياب الوعي الصحي في أوساط النساء. وأن مرض الناسور يعد من الأمراض الخطيرة خصوصا في دول الغنية، يعد تجاوزا لحقوق الإنسان واللعب بحياة المرأة ومنعها من حقوقها المشروعة. كل هذا وذاك جعلت منظمة الأمم المتحدة للسكان تقوم بمبادرات وهي سباقة في هذا المجال، ونادت بعال صوتها بحماية المرأة والبنت. وشعار هذا العام لا يمكن إقصاء أي أحد، نتعهد جميعا من الآن فصاعدا لوقوف مرض الناسور. وأن منظمة الأمم المتحدة شرعت عام 2003 نكافح ونناضل من أجل حماية المرأة والبنت، وذلك لنسبة أهمية المرأة في التنمية الاجتماعية والمستدامة. أقام مساء أمس الاتحاد العالمي للنساء المسلمات فرع تشاد أقام إفطار صائم بالدائرة الخامسة في إطار تنفيذ البرامج الرمضانية للاتحاد، كان ذلك بحضور الأمين العام للاتحاد بتشاد السيدة البتول زكريا. تقرير هارون أبعد. بدعم كريم من سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو رئيسة مؤسسة القلب الكبير، بدأ الاتحاد العالمي للنساء المسلمات فرع تشاد تنفيذ البرامج الرمضانية المدرجة في خطة عمله لهذا الموسم، إذ اعتاد الاتحاد منذ العام الماضي إنفاذ مشروعات إفطار الصائم ويعقبه ندوة أو محاضرة دينية، حيث كانت المحطة الأولى الدائرة الخامسة وهي سانحة لعدد كبير من النسوة للتعارف والتفاكر حول مائدة الإفطار الرمضانية
وإظهار الود والمحبة في الله تعالى، وهي من الأهداف الأساسية التي يسعى الاتحاد العالمي للنساء المسلمات فرع تشاد التوصل إليها. وبعد تناول وجبة الإفطار، فقد تحدثت السيدة البتول زكريا الأمين العام للاتحاد معبرة عن امتنانها للحاضرات على مشاركتهن المشجعة، وأكدت أن الاتحاد يهدف إلى النهوض بالمرأة المسلمة في كافة المجالات. وشكرت السيدة الأولى هند ديبي إتنو على عطائها السخي للاتحاد. قدموا لسيدة البلاد الأولى رئيسة الشرف لاتحاد النساء الإسلامي العالمي أن هي دعمت هذا الإفطار، واللهم يجازيها بخير المسامح كريم سامح لنا رمضان ما تشاحنوا بيناتكم، كل واحدة خليت سامي مع أخوتها. تتواصل سلسلة الأنشطة هذه لتشمل مختلف دوائر العاصمة إنجمينة وأيضا بعض المناطق الريفية، وذلك حسب الإمكانات المتاحة. نظمت السفارة الإماراتية لدى البلاد مساء أمس إفطار صائم جماعي بمسجد عثمان بن عفان في سياق مبادرات السفارة لعام زايد الإنسانية. تقرير محمد حسن آدم. ضمن مبادرات سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد لعام زايد، أطلق سعادة السفير محمد علي الشامسي مشروع إفطار الصائم لرمضان 2018، ويستهدف هذا المشروع 24 ألف صائم من المحتاجين والضعفاء في أنحاء العاصمة عنجمينة طيلة شهر رمضان المبارك، ضمن مكرمة سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وبمشاركة المتطوعين من شباب الحي الكشفية، وذلك في 6 مراكز مختلفة منها مسجد عثمان ابن عفان بالدائرة الخامسة. نظمت سفارة دولة الإمارات المتحدة بتشاد إفطار صائم بمكرمة أو بتمويل من سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، جزاه الله خير الجزاء، وهذا العطاء مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، ونسأل الله سبحانه وتعالى الخير في زويه وفي نفسه، ونشكر دولة الإمارات ودائما وأبدا تهتم بشؤون المسلمين لا سيما المسلمين تشاد. ونشير إلى أنه ضمن أنشطة هذا المشروع سيتم توزيع أكثر من 12 ألف سلة غذائية لصالح حوالي 60 ألف شخص مقدمة من الجهات المانحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولمثل هذا فليعمل العاملون. قدم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مساعدات غذائية صباح اليوم لاتحاد جمعيات دعم الأطفال اليتامى في تشاد، كان ذلك بحضور عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ النور حسن. تقرير ابتسام موسى وقراءة إشراق عبد الله. تتواصل نشاطات مؤسسة القلب الكبير في تقديم مساعدتها الإنسانية للفقراء والمساكين والعاجز والأرامل والأيتام، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. فهذه المرة وزعت مساعدات لاتحاد جمعيات دعم الأطفال اليتامى في تشاد، وهذه المساعدات تتمثل في مواتئ غذائية. بدوره عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ النور حسن محمد قال بأن هذه الخطوة تعد من الإيجابيات. نقدم لهم هذه الهدية مكرمة لهم، و نشكر السيدة الأولى على جهودها المتواصلة في جميع ربوء تشاد. أما رئيسة اتحاد جمعيات دعم الأطفال اليتامى عائشة جيني حسين أثنت على دور مؤسسة القلب الكبير وما تقدمها من معونات إلى الشرائح الضعيفة خصوصا في هذا الشهر الفضيل. نشكر مؤسسة القلب الكبير بتمويلها، ونشكر مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد، نشكر المرأة الأولى هند ديبي إتنو، قششت الدموع وفرجت الهموم في هذه الشهر المبارك، وربنا يوفقها في عمل الخير، وزي ما أعطتني الأمانة نوصلها للأيتام إن شاء الله. ونذكر بأن مثل هذه المساعدات الإنسانية والمبادرات الفاعلة ترسم البسمة في وجوه الضعفاء والمساكين وذوي الحاجات في المجتمع. إذن هذه المساعدات مقدمة من قبل مؤسسة القلب الكبير عبر المجلس العالي للشؤون الإسلامية لاتحاد اليتامى. قدمت يوم أمس جمعية أيادي الأخوة الخيرية مساعدات غذائية للفئات الضعيفة وذوي الإعاقة بالمجلس العالي للشؤون الإسلامية، وذلك بالتنسيق مع منظمة وقف الديانة التركية بحضور رئيس المجلس العالي للشؤون الإسلامية وسفير تركيا. تقرير آدم حسن المكاوي. جمعية أيادي الأخوة الخيرية بالتنسيق مع المنظمة التركية المسمى بوقف الديانة شرعت في تقديم المساعدات الغذائية للفئات الضعيفة وذوي الإعاقة لتكون عونا لهم بمناسبة شهر رمضان المبارك في أكثر من مكان.
محطة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية استفاد فيها الكثير من المحتاجين. وخلال هذه المناسبة شكر رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الإخوة الأتراك على دعمهم المتواصل، مشيدا بدور جمعية أيادي الأخوة الخيرية في هذا العمل. دولة تركيا لها علاقات وطيدة منذ التاريخ القديم مع المجتمع التشادي، ثم بعد هذه الدولة التركية كانت قيادة للعالم الإسلامي في وقت من الأوقات، ونحن اليوم نرى تلك العلاقات تمتد وتصل إلينا في هذا الوقت بالذات. سفير جمهورية تركيا لدى البلاد سعادة إردل صبري إرجن في كلمته طلب من المستفيدين الدعاء لهم، مشيرا إلى أن العلاقات التشادية التركية وطيدة جدا وستتطور في مطلع الأيام وفق رؤى زعماء البلدين الرامية إلى التنمية. وفي ذات السياق أيضا قامت جمعية أيادي الأخوة الخيرية بتقديم 500 سلة غذائية لصالح العائدين من إفريقيا الوسطى بمخيم قوي، مما بعث الفرح والسرور في محياهم. الحمد لله، الله يزيدكم والله يساعدهم علينا كل فوارهم، ما خلونا من جينا في المكان 4 سنة ده ناكلوا ونشربوا منه، قاعدين في المكان ده تعبانين، وأن الأفراد دول من جينا بعاونونك لحد الآن واكل معنا، بارك الله فيكم كثر الله خيرهم. كما نظمت جمعية أيادي الأخوة الخيرية أيضا إفطار صائم لصالح العائدين في مخيم قوي. ونشير إلى أن المساعدات الغذائية التي قدمتها الجمعية بالتنسيق مع منظمة وقف الديانة التركية. ترأس صباح اليوم الأمين العام لجامعة الملك فيصل الدكتور أبكر ورمدو ممثل رئيس الجامعة، ترأس مناسبة اختتام نشاطات الأنشطة الدينية والثقافية بالجامعة، كان ذلك بحضور عمد الكليات وطلاب الجامعة. تقرير آدم حنفي فضل. إن جامعة الملك فيصل تحتفل بتكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم التي نظمتها في الأسبوع الماضي، والتي شارك فيها جميع ممثلي الكليات بجامعة الملك فيصل، وذلك من أجل تشجيع حفظة كتاب الله بالجامعة. كما أن كلية الآداب والإعلام والفنون هي التي فازت في المرتبة الأولى على لسان القارئ عبد الرحمن محمد يونس، وتليها كلية الشارقة للعلوم الإنسانية التي فازت على لسان القارئ عبد العزيز الجزولي. كما صاحبت هذه المسابقة مسابقة شاعر الجامعة التي نظمتها الجامعة في هذا العام، والتي فاز فيها الشاعر علي أحمد أبو بكر، وكذا مسابقات أخرى كمسابقة شاعر الجامعة للموسم الثامن، وغيرها من المسابقات كمسابقة الخطاط ونشاطات أخرى التي تجعل الطالب مثقفا. الهدف واحد والرسالة واحدة والرؤية واحدة، أن نخرج طلاب يقودوا جيل الغد، وعماد الشؤون الطلاب هي ركيزة أساسية يتكئ عليها الطلاب وتأويهم وتخرج بهم إلى بر الأمان. الأمانة العامة لجامعة الملك فيصل ممثلة لرئاسة الجامعة وعلى لسان أمينها الدكتور أبكر ولر، حيث قدم شكره لجميع من ساهم في نجاح هذا النشاط. وشكرنا موصول أيضا إلى كل من وقف معنا، سواء في المجال الأكاديمي أو في الأنشطة المصاحبة للأنشطة الأكاديمية، وأخص هنا الملحقية الدينية لسفارة خادم الحرمين الشريفين بالبلاد لوقوفها معنا ودعمها مسابقة القرآن الكريم. وفي نهاية المناسبة تم تقديم جوائز للفائزين بمبلغ مالي متفاوت، وكذا تم تكريم كل المشرفين بلجان التحكيم في المسابقات المختلفة. قام حاكم إقليم البطحاء علي آدم عبد الله بوضع حجر الأساس لبناء مركز صحي بمركز إداري أبو هجليجة بتمويل مالي من التعاون السويسري. تقرير محمد طاهر جبن الحر. قريبا ستزول المعاناة الصحية لسكان هذه القرية المسمى أندربايا في مركز إداري أبو هجليج بمقاطعة البطحة الغربية. هذا الموقع تم اختياره لبناء مستوصف بمواصفات حديثة من قبل التعاون السويسري عبر مشروع دعم المرافق الصحية في تشاد، نظرا لحاجة السكان الملحة لخدمات صحية، فهم يقطعون مسافات لأكثر من ساعتين للوصول إلى أقرب مرفق صحي. هذا المشروع غير المسبوق، يرى الأهالي أنه بمثابة نهضة صحية كبيرة تشهدها قريتهم. فنحن ممتنون ومشكورين لكم. الصحة والتعليم والمياه الصالح للشرب، فشكرا لجهودكم الجبارة
أتمنى من الله أن يمتعكم بالصحة والعافية. ويندرج هذا المشروع وفقا لحاكم إقليم البطحة علي آدم عبد الله في إطار تعزيز العرض الصحي لمواطني الأرياف وفق السياسة التي تنتهجها وزارة الصحة العامة والهادفة إلى تقريب الخدمات الطبية والعلاجية من المواطنات والمواطنين وتقليص التفاوتات المجالية من خلال تسهيل ولوج سكان المناطق النائية إلى الخدمات الصحية والتخفيف من معاناة تنقلهم نحو أقاليم أخرى. وصلت بعثة إنسانية تابعة للمنظمة الدولية الإنسانية أوكسفام بقيادة المسؤول الإعلامي محمد إبراهيم صالح لمعسكرات اللاجئين في المناطق الحدودية بين البلاد وجمهورية أفريقيا الوسطى. تقرير بحر الدين عبد الشافي الدهود. في نهاية شهر ديسمبر الماضي وقعت اضطرابات أمنية في المناطق الحدودية بجمهورية أفريقيا الوسطى، مما أدى إلى نزوح أعداد كبيرة داخل الأراضي الوطنية. هذا ما دفع المنظمة الدولية الإنسانية المعروفة بأكسفوم بتقديم المساعدات الإنسانية وتوفير المياه الصالحة للشرب وكذا الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية، كما عبر بعض الأسر الرضاهم التام بهذا الدعم الإنساني. وقد أشار ممثل المنظمة الدولية الإنسانية محمد إبراهيم صالح إلى ضرورة دعم سياسة الحكومة الرامية إلى الرعاية الكاملة للأسر الضعيفة بشكل متكامل. وللإشارة فإن مسؤولي المنظمة الإنسانية قد بحثوا طرق التنظيم الإداري وكذا معالجة الجوانب الصحية والأمنية داخل معسكرات اللاجئين. نظم يوم أمس أعضاء جمعية لا للعنف حملة توعوية بثانوية حي إنجلي، وذلك بهدف قيام بحملات توعوية لنبذ العنف في الوسط المدرسي. وقد تدخل خلال هذه الحملة التوعوية العديد من الطلاب، من ضمنهم رئيس جمعية لا للعنف عبد الحكيم سعيد، والذي تحدث عن ضرورة بسط السلام والمحبة في المؤسسات المدرسية وإبراز روح التعاون بين الطلبة. وأدخلت المناسبة أسئلة واستفسارات تركزت جلها حول المسيرة التعليمية والعمل من أجل تقدم تشاد ونجاح العام الدراسي 2017-2018. نظمت صباح اليوم اللجنة الأولمبية للرياضة التشادية حفل لتقديم عدد من الأطباء الرياضيين للفيدراليات الرياضية. وفي نهاية المناسبة التي جرت بفندق هيلتون تحدث رئيس اللجنة الأولمبية الرياضية بالحديث التالي. هدفنا يا خالوم لمينا هيني دا عشان نقوله هنينا في الكوميتي أولمبيك عندنا بروغراماسيون عندنا بلانيفيكاسيون هجينا قاعدين نخدمه فوق عشان أوبجيكتيف هجينا دورنا في أربع سنة يعني نوجو في البروفيسيوناليزاسيون هنا سبور هنا تشات وفي البروفيسيوناليزاسيون سبور هنا تشات عند الديبارتمان عند انتيتي دول قاعدين نساعدهم عشان يشيلوا خدمتهم ويساعدوا للشباب القاعدين في الرياضة هنا دول هجينا. أول بأول نقوله في عندنا قريب شهرين كي سوينا السيمينار للمدرسين أنا رياضة انترنور دول لمنام وميديسين جو قدموا لهم العلم في شنو في الشيء كنن شيء وايت في الفيزيولوجي هنا سبور عشان نقوله لهم الجسم ده بكرة نصار يقولوا له الماشين بيولوجيك ونارم بس بفني ده جسم أدل هنا إنساني ده الجرافي يقول ده إلا الميديسين. عليهم لمينا كمان جينا في الإتاب الثاني، إتاب الثاني شنو دورنا في تشات عندنا أسوسياسيون دي ميديسين دو سبور دا يعني اليوم مع الكوميتي أولمبيك لمينا مع الأسوسياسيون دي ميديسين شاورنا وقلنا من اليوم دا دايرين يعني أي ما فيدراسيون سبورتيف يكون له ميديسين وايت عشان شي كان السبورتيف ذاتك يعرف في الفيدراسيون حقا ميديسين مش لقات عند النمرو حقا كان قاعد في بيتك ولد ينادي في التليفون ويقدم له مشاكله وميديسين ينتي وسيه. انتقل إلى جوار ربه الجندي إبراهيم زكريا دهب في 8 من مايو 2018 بعد إصابة إثر المهمة التي كلف بها في جمهورية مالي. وقد جرت مراسم تأبين الراحل صباح اليوم بمعسكر 27 بحضور القائد العام للقوات المسلحة، حيث قلد الراحل بوسام الشرف تقديرا وتكريما لبطولته، كان ذلك بحضور أصدقاء وأسر الفقيد. إنا لله وإنا إليه راجعون. أختم هذه النشرة بقراءة هذا الأمر، أمر رقم 012
ينص على تأسيس نظام التكافؤ في المناصب التي تشغل بالتعيين أو بالانتخاب في جمهورية تشاد. إن رئيس الجمهورية رئيس الدولة رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على الدستور وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 مايو 2018 بإصدار الأوامر الآتية. المادة الأولى تم تأسيس نظام التكافؤ في المناصب التي تشغل بالتعيين أو بالانتخاب في الجمهورية تشاد. المادة الثانية تخصص حصة نسبية تصل إلى 30% على الأقل للنساء في جميع مناصب التي تشغل بالتعيين. ترتفع هذه الحصة بشكل تدريجي إلى أن تصل النصف. المادة الثالثة يجب أن تكون نسبة النساء في قوائم الترشيح الانتخابات التشريعية والمحلية على الأقل 30% وإلا لم يتم قبولها. المادة الرابعة تحدد طرق تطبيق هذا الأمر بمرسوم رئاسي يتخذ في المجلس الوزراء. المادة الخامسة يسجل هذا الأمر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية وينفذ كقانون للدولة انجمينا بتاريخ 22 مايو 2018 توقيع إدريس ديبي إتنو. بقراءة هذا الأمر نصل إياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية التي قدمتها لكم من الفضائية التشادية من انجمينا. أشكركم على طيب الانتباه والمتابعة. ألقاكم دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله.